النواعم بجد يعني لما بيقولوا كلام نواعم عن جد كلام النواعم لأن هن كمان نواعم ملونين كتير مثل يعني وجوههم وتيابهم ملونة مثلهم هن ملونين ومختلفين ومتفقين وهذا التلون اللي جامعهم هو اللي عامل الغنى طالع شيء يعني هو هن غنايا هذا البروجرام غني بالنواعم تبعه المرأة لحالها المرأة هي اللي لازم تبادر وتقوم بهذا التغيير وتستجمع قواها بكل المعايير والمقاييس وعلى كل الأصعدة وبده يكون عندها هي رغبة داخلية شخصية بالتغيير ولكن المرأة لحالها لا تكفي للتغيير ولن تستطيع على التغيير إلا إذا كان الرجل بجانبها داعم وساند كل قصص البطولات اللي حضرناها الأفلام اللي شفناها أفلام السينما اللي شفناها شفنا البطولات اللي فيها إن كانت بطولات ناس عم تسعى ورا التارجت إن كانت بطولات الحبيب يلي خلص حبيبته يلي طلعها من القصر المسجونة فيه البطولات والنجاحات بالوصول للأهداف يعني هذا النجاح بالوصول لهدف كل شخص بيتأثر بشيء معين بقصة معينة بفيلم بحديث برواية ببطل رواية بقصة حقيقية وقد تكون قصة خيالية بس أكيد البطولات والنجاحات بتأثر بالناس وهي بتعملهم موتيفيشن أكيد